فضيلتك، في بعض الأشخاص مثلا بيكونوا متواجدين خارج القطر المصري، ومثلا بيحب يرتبط بحد، فبيبقى هو مثلا في دولة وهي في دولة والمأذون في دولة، فحكم الشرع في استخدام برامج السوشيال ميديا في عقد مجلس النكاح. بشرط واحد يجوز، بشرط واحد، التوثيق التام، لأن هذا المجال دخل فيه ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وشككنا في التوثيق. يعني ممكن يأتي لي بجسد واحدة والراس بتاع واحدة تانية، فهل ده حاصل ولا مش حاصل؟ طب نتأكد منه ازاي؟ يبقى نسأل بتوع التكنولوجي ايه الفرق بين الخداع وبين استعمال الذكاء الصناعي فيما نرى وما بين الحقيقة. لو اننا قد اختلطت الامور يبقى بلاها، يبقى ما ينفعش، بس مش ما ينفعش لذاتها، لا ما ينفعش لانها اكتنفها الخداع والغش والتدليس مما يقدح فيها.